جبت لك اكل بوره حاجه. لك شو عم تسوي له؟ طلعت شوي طلعت شوي طلعت شوي. مين عم يدق؟ دنيس دنيس تعال خذ موبايل الماما، هي خالته عم تدق لها. حمد خالته. تي خذ الماما تحكي معها يلا. خذ لي بسرعة يلا. يا حبيبي يا بيبي، نوم الهنا يا عمري. ليش عم طالع صوت يا حبيبي بين ما نايم؟ شوفي خالته بدق لها. عم دق لاختي هات لشوف. خير شو بدها يا الله؟ الو ايه اختي؟ بالمشفى؟ يلا يلا جايتك يا قلبي جايتك. يلا 10 دقايق بس مسافة الطريق وجايتك. يلا ما تاكلي هم ما تاكلي هم. يلا سلام. باي بنت خالته. يا حبيبي خالته ورايحة على المشفى، اخذين اسعاف على المشفى، لازم نروح لعنده انا. احيان تعا تعا خبر البابا تعا. بابا بابا شوفي شوفي شو بدي اختك هلا عم تصل. والله قال ما تعبان كتير واخدين اسعاف وبداني اجي فورا لعنده. اوف 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 الحمد لله على سلامته. ايه والله لازم نروح بسرعه. مين ما في حدا غيري؟ مين الا غيري هون بالغربه؟ خلص خلص روحي بسرعه، خذ البيبي معك وبضل انا ودنيس. شلون بدي اخذ البيبي معي؟ ما فيني اخذ البيبي معي، عم لك اختينا اسعاف. لكن شو بدك تركيه معنا ودنيس ما بيعرف يتصرف معه؟ بدكم تتصرفوا شو بدكم تساووا؟ ما فيني اخذه معي. شو بدك طوله؟ لا لا رح اشوف بس شو وضعه واجي. ما تاكل هم. انت ليش بدي ضل البيبي معنا لدنيس؟ ايه انتوا قدها بتعرفوا ديروا بالكم عليه. شو ماما ما بتعرف تدير بالك على البيبي؟ ما انت على طول بتساعدني؟ ساعدك بس لا بعرف لحالي. ما لحالك، ليك البابا معك، انت كمان ما بتعرف؟ واذا بدكم شيء دقوا لي تبقى ما تاكلوا هم. والله بضل يبكي وصغير ما بعرف شو بدي اسوي له انا. لك خلاص يلا تاخرت على المخلوقه، اذا بدكم شيء دقولي او ابعثوا لي تسجيل صوت برد عليكم فورا. تمام ماشي حاولي ما تاخر الله يوفقك. طيب تمام حاول ماشي. يلا تاخرت بدكم شيء؟ بل ديروا بالكم على البيبي منيحه. ماشي دينيس دير بالك على البيبي. ماشي حاول. يلا انت بضاي يلا سلام باي باي. اوف يا ربي لا حول ولا قوه الا بالله، شو بتسوي يا الله؟ كيف بدي ضل مع البيبي انا النهار كامل؟ بابا كيفك ماما راح تتركتنا هلا بنضل مع البيبي يوم كامل؟ والله كثير صعب. حبيبي بابا بدك انا معك بابا. حبيبي يا دنيز يلا بنساعد انا وياك، معلش شو بدنا نساوي؟ بدنا بضايا. ماشي حبيبي حط ايدك بايدي، بدنا نكون بضايا ندير بال على البيبي. ماشي احنا قدا. شو الصوت؟ البيبي عم يبكي. بيبي شو صار؟ شو بسوي؟ وينه؟ شوفي شو سوي؟ وين حطوا ماما؟ وين؟ وين بابا؟ وين؟ لفي لفي تعال 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 تعال. ليه شو سوي؟ ليه عن جد عم يبكي؟ ليه؟ ليه ليه؟ شوفي يا بيبي ليه عم تبكي؟ بعدين بعطي مصاصة. تعال شوف تعال سكت 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 دنيس سكت معقول سكت؟ هلا حاليا سكت لنشوف هلا اذا رجع بكي بنعطيه. عم يبكي كمان شو سوي بنعطيه المصاصة؟ عم يفهم عم يفهم شو ساوي له؟ دنيس شو ساوي له؟ انا عندي سنين. لك ما لك انت عم تقول لماما انك تعرف الاولاد وبتساعدها؟ ايه عندي سنين. حبيبي خذ المصاصة خذ خذ المصاصة حبيبي خذ 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 خذ. ما عم يرضى ياخذها؟ أمك تحط له إياها شيء بياخذها؟ إيه أخذها مع الماما. ليش ما عم ياخذها طيب هلا؟ ما أكون جوعان. شو بدي أسوي؟ كيف بدي أعرف إنه جوعان؟ إيه عم يبكي عم يبكي عصب كمان. هذا أكيد شكله جوعان لأنه معصب. خلينا ندق الماما نسأل أعطيني موبايل أعطيني بسرعة. أعطيني أعطيني. ألو؟ إيه ألو. كيفك ياسمين؟ اهلين الحمد لله. بيبي عم يبكي ما عم يسكت. جربت تحطوا له المصاصة؟ بس حطيت له المصاصة 4-5 مرات بالزور لاخذها مرة. إذا ما رضي ياخذها معناتها جوعان أكيد. جوعان؟ تمام شو ساوي؟ له حليب بسرعة. عامل ببرونة حليب؟ لا ما تشربوا ببرونة بيتعود عليها. ما بصير ببرونة مشان ما يتعود، شو بدي أسوي له لكان؟ شربه بالمعلقة والصحن. حطهم بصحن وطعميهم بالمعلقة؟ إيه لكان. طيب ماشي يلا رح جرب. ليه قصة؟ خلي دنيز يساعدني. طيب ماشي رح خليه يساعدني يلا. يلا ماشي باي. يلا دنيزو مساعدني. أنا ما بعرف.
قوم يلا قوم ساعدني يلا. استغفر الله عظيم. بسرعة. وين اختر معنا نحن؟ تعال حطه بالسرير تعال. يا الله الحال شو هالبيبي هاد كل دقيقة بفيق وبينام. اوه عيوب البيبي. اوه لا تعيط لا تعيط. وين حط طبق الحليب؟ لا شوف انا بالبدل بابا. لقيته عن جد؟ يلا اعطيني هات هات. قولي شو هالبي هاي؟ يلا تعال اعطيني شو هالبي معلقة؟ اعطيني معلقة عادية طلع معلقة عادية اعطيني. ليش هيك هاد صاير؟ ما عم تفوت معلقة ليش هيك؟ طلعت شوي طلعت شوي اعطيني جرب. كون أحسن. أسمع طابة من الأول كنت أعطيني إياهاتو هذا أسهل. يا سلام شو بدنا نحط هلا؟ أنا ماما صح. تعال شوف هيك تمام؟ أبدا أسوي حليب صحن صغير. هل بمشي حاله؟ داصي هذا الصحن بس هذا اللي بتعبيله فيه؟ كتير صغير بس الصحن يلا. ها ليس كم معلقة؟ ممكن انت رجع يبكي يلا تنيز يلا بسرعة بسرعة خد خد انتي حركة ولا رح جيبه يلا بسرعة بسرعة صار يبكي عم يبكي كتير يلا. ويه حنقبه بس يا حبيبي بس 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 تعال يا حبيبي تعال تعال بسم الله حاج 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 بكي حاج حاج بسم الله بسم الله يلا حليبات الجاهزين لا تعصب لا تعصب يلا 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 جاهزات الحليبات اعطيني اياهم اعطيني اياهم دنيس يلا بسم الله يلا افتح تمك افتح 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 هون 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 لك شو عم تساوي؟ حبيبي ليش عم تبكي ليه اذا عم تاكل؟ عم يشرح حاله من الدنيا ايه عم يبكي كمان هاد شكله ما شبع شو بدنا نساوي؟ دنيس دنيس خطرت الفكرة روح جيب الببروني ونشربوا فيها الحليبات ما بتقول للماما ماشي؟ قالت ماما قصي خلص شو بدك انتي؟ ما عمل الا ما ضروري تعرف؟ ايه؟ خلص روح جيب حاجة تحكي يلا عزمني صار له ساعة ما باكل معلقة ماشي هات بابا هات اعطيني 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 يلا بسم الله اوه اخيرا ربنا كل الحمد لله تعبنا صرنا ساعه عم طعمين معلقه ما تقول شيء لماما ها؟ ماشي بابا واخيرا نام دنيس حبيبي تعال حطه هون شوي خلينا ننام نريح انا وياك لا يا بابا يلا حبيبي يلا 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 بسم الله ندير بالنا بس نحط قدامه شيء مشان ما يوقع ها؟ هيك تمام يلا دنيس تعال نقعد شوي تعال نرتاح شوي نحن والله تعبنا تعال يلا نملنا شوي نرتاح دنيس ايه 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 رجع يبكي البيبي رجع يبكي البيبي شو قصته شو قصته ما صار له دقيقة شو قصته شو قصته بسم الله لك وشو احمر لك شو البيبي ليش هيك عم يبكي صار وشو احمر ابا بديتك وشو ايه والله صار وشو احمر وعم يعصب كثير وعصور بحاله شو ساوي له؟ ابا انا بدي اقول لماما روح شوف لهم بالي يلا بسرعه روح روح ركض ايه ليش ما عم ترد؟ رح ارجع ادق مره ثانيه إيه؟ كمان ما عم ترد شو بدي اساوي؟ ابعت له تنفيذ صوت السلام عليكم كيفك ياسمين؟ ليك البيبي عم يبكي صار له 10 دقائق وما عم يسكت وصار وشو احمر وعم يصور بحاله وما عم يسكت شو ساوي؟ ما عندنا انت ما وصله ايه بدنا نساوي خطرت على بالي فكره
شو؟ اكتب على جوجل ودور شو قصة البيبي وليش هيك عم يساوي. اوكي حلوة. يلا هو ليز كاتبين هون الوصالك بيكون البيبي ممغوص. لازم نعب له، لازم دهنله بطنه زيت، لازم نسوي له رياضة لرجليه. يلا حبيبي روح فورا نجيب لي الزيت. بسرعة حبيبي بسرعة يلا. بيت بابا الزيت. شو هالزيت طبخ؟ شو بنطبخه نحن للولاد؟ في زيت خصوصا للأطفال. جمل مراي حبيبي عليه صورة كتكوت هيك وبيبي. يلا روح جيبه رجع عاد مكانه. جاب لي زيت طبخ. فكيف بدي أطبخه؟ أنت هضمان يلا بسرعة روح. هات بابا. يلا يا سلام ريحته ما أحلاها. ليش هيك عم يتقلب؟ شو قصة؟ شو صار؟ شو كنا عم نسوي؟ عبادة. طيب ماشي. ايها هاي عاوز تركين شي على النار نحنا؟ ما تركين شي، رح جد بالمطبخ انا بالغرفة ما في شي. شو الريحة؟ معقول جاي من برا؟ خلص تعال انا وياك ندبر حالنا. كيف؟ مشي معي لهلا، يلا مشينا نجيب نعدي ونجي تعال. يلا بابا انا جاهز. يلا يا دينيز. يلا دينيز جاهز المهمة الصعبة؟ جاهز بابا. شيل الحفوضة اللي فيها الكخة. أعطيني كيس دريس. تعالوا لك وين رحت وين دركتي؟ أنا بشوفك. وأخيرا خلصت العملية. ريحة كثير حلوة. تمت المهمة بنجاح. عم يرن التليفون. دريس بدي أحكي تليفون ضروري. دير بالك على البيبي مزبوط ها؟ رح ما تطول حبيبي دقيقتين. هي هذا لك لو يشوه عمل بيبي رح تعمل موزة بارد. جبت لك اخر بوزة. اوف خلصت. لك شو عم تسوي لك؟ شو عم تسوي؟ شو هاد؟ بيبي شوه بوزة. في شيء بعلك انت؟ شو هاد شو عم تساوي؟ هذا بياكل بوزة مش بيشرب حليب. بس ان شاء الله بعد وليه على حسي انا؟ فيك شيء بعلك انت؟ ما بصير ما بصير تطعمي بوزة بس بيشرب حليب هاد. منيح ما تركته معك؟ انا اسف بابا. قبل ما تطعمي اي شيء بتاخذ اذني بتقلي اول شيء بدي طعميه؟ اذن بابا. بابا جيب لي بالون. بابا جيب لي بالون يعني طق. لك ليش عم يطط؟ ها البيبي فا 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 لك شو مسوي؟ يا الله يصير خمس ست مرات صار بكيان شي ممغوص شي بده ياكل شي جوعان شي عامله تحته شو بدنا نسوي؟ بابا دخلتي لتيابو. بابا شو دخل تيابو؟ معقول زهير بابا تيابو يسكت يعني؟ بس انا تحفيه. طيب ماشي بابا روح جيب لي تياب من الخزانه. الله يبدا اخذ له من تيابي. ما في شي هذا حلو. رح امشي فيه شوي بالكيس يا ربي. حبيبي ابو اسكت والله هلكتنا والله تعبنا. ايش عايز تدله؟ حبيبي دينيز لو تيابك. ايه عنده تياب هو. تياب احلى من تيابه. بعد جربه. انا حاسس انه شوي كبار بس خلص رح اجربه. والله يا بابا انا حسيت لونه الحلو بس حاسس في شيء غلط ما بعرف شو هو. دي حلوين بابا. طيب ماشي خلص. رجع يبكي.
حول ولا قوة إلا بالله. أخف الله عظيم. أخ يا راسي أخ، زادت فينا يا بيبي. أخ تعبت كتير. البيبي زكريا كتير صعب تعمل معه. الله بدنا نعمل عسنا وما عم يسكت البيبي زكريا، شو بدنا نسوي؟ أخ زي تعبان. يا روحي يا دينيز، يلا يلا جاي بسرعة ماما. ياه جاي الماما ياه. شوف شو صاير معهم، خير ان شاء الله. شو هاد؟ شو صاير بالبيت؟ بسم الله، شو بن هدول؟ شو صاير معكم انتو اثنين؟ يا عمر يا بيبي، روحي شو تياب هدول. بابا دينيز شو بكون؟ اخيرا اجيتي. ايه اجيت، قال لي دينيز، حكاني دينيز قال لي انكم تبتوا. البيبي تعبنا كثير. هيك لك صار فيكم؟ ابا سكت خالص، طلع 10 ساعات عم يبكي ما عم يسكت نهائيا، اجي من النوم ما خلانا. غيرتوا له وطعميتوا كل شيء؟ غيرنا له وطعميناه لبسناه. اكيد بده يبكي هلا، ملبسينه ثياب بيبرد. شو هالثياب هدول؟ شو بعرفنا نحن؟ تخلي معنا مشان الله، والله تعبنا اهلكنا. يا عمري يا دينيز شو صاير فيك؟ خلص سبق اترككم. خلص هي اخر مرة بترككم. يا حرام هيك عمل فيكم بيبي صغير؟ نعم. خلص خلص قوموا فوتوا لجوا، انا بدير بالي عليه. قوموا فوتوا ناموا. يلا روحوا، انا بدير بالي عليه. وهيك بكون خلص اصعب يوم عند بابا ودينيز. هلا هو صح تمثيل، بس الاعتناء بالبيبي كثير صعب، الله يعين الامهات جميعا. حسيتوا فيني يعني؟ والله حسينا فيك، الله يساعدك يا رب. وعن جد لازم نجني تحت اقدام الامهات، لانه اكثر حدا بيتعب، الاعتناء بالاطفال كثير كثير صعب. يا ماما خليني احكي. يا عمر يا دينيز. تعبانين نحن. شو رايكم بالفيديو اذا عجبكم؟ لا تنسوا تحطوا لايك، تشتركوا بالقناه. باي باي. باي باي. اليوتيوب رح يختار لكم هدول الفيديوهين، احلى فيديوهين بقناتنا، لا تنسوا تفوتوا تتفرجوا عليهم، بحبكم كتير.